بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. سلام ونعمة ومحبة رب المجد يسوع معكم أيها الأحباء المباركين. لقائنا اليوم مع أصحاح 30 من سفر أشعياء النبي ورسالة بعنوان بالرجوع والسكون تخلصون. وردت هذه الرسالة وهذه الآية في عدد 15. متعودين ان احنا بناخد فكرة عامة عن الاصحاح يا احبائي وبعد كده ناخد التأمل بتاعنا. الاصحاح في حد ذاته يرجع اشعياء النبي ويبتدي بالويل مرة تانية. امبارح ابتدى بالويل، ويل لأرئيل أرئيل، والنهاردة ايضا في اصحاح 30 يبتدي بالويل، يرجع ويعود حديثه بالويل ويقول كده: ويل للبنين المتمردين يقول الرب. حقيقة الإصحاح فيه جزئيتين يا أحبائي. الجزئية الأولى عن يعني أقول حزن الله وتوبيخه لشعبه لأنهم اتكلوا على دول أخرى، على ملوك آخرين زي ما هنشوف بعد شوية، وأهانوا كلمة الله ولم يمسكوا كلمة الله ولم يتمسكوا بالشريعة. والجزئية الثانية دايما بنقول إنه يجرح ويعصب إن كان في نوع من التأديب، نوع من التوبيخ، لكن يوعد الله بالرحمة للذين يعودون إليه، للذين يرجعون إليه. عشان كده الآية الرسالة بتاعتنا بالرجوع والسكون تخلصون يقول الرب. عامة في أوقات الحرب كفكرة عامة أو كرؤية عامة، دايما من الحكمة إنه بنلاقي الدول الصغيرة الفقيرة الضعيفة دايما تحتمي في الدول الكبيرة، أو على الأقل يحصل نوع من التحالف معها، وبكده بتضمن إن هم يساندوهم وإن هم يساعدوهم ضد أعدائهم. لكن للأسف الحال كان الحال غير كده تماما بالنسبة لإسرائيل ويهوذا. إسرائيل ويهوذا المفروض الملوك بتوعهم، ملوك إسرائيل وملوك يهوذا، مفروض الكل تحت حماية الله، الكل مفروض تحت سلطان الله. لكن طب والأمم التانين؟ الأمم التانين لا، عندهم ملوك آخرين لدرجة إنه بعض الأمم سموا الملوك بتوعهم عبارة عن آلهة. ولكن كده للأسف لم يكن الحال بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لمملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، بالرغم من أنه الله هو حاميهم وهو إلههم، لكن للأسف نلاقيهم أنهم يلتجئوا إلى دول أخرى يطلبوا منهم الحماية، من ضمنهم مصر. مصر هنتكلم عنها بكرة في رسالة بكرة أصحاح 31. الإصحاحين بالمناسبة مكملين لبعض، أصحاح 30 وأصحاح 31. مصر كانت القوة الثانية في ذلك الوقت في تلك المنطقة، وآشور هي القوة الأولى. لكن يلجأ إسرائيل ويلجأ شعب بني إسرائيل وشعب الله يلجأوا إلى حماية مصر، ويقول لهم كده ربنا: يا ويل للبنين المتمردين يقول الرب. ليه؟ الذي يزيد خطية على خطية، يعني بدل ما يرجعوا لي ويزيدوا ويعودوا وإن أنا أرحمهم، يستمروا في الخطية بتاعتهم ويزيدوا خطية. إيه الخطية الثانية؟ إنهم الذين يسهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فيا. كلمة صعبة. أي أب وأي أم لما يحسوا إن أولادهم تمردوا عليهم كده وإنهم سبوهم وإنهم تركوهم، يا بحسرة وبحزن وبصوت عتاب يقول كده: لم يسألوا فيا. إذا كان ده حال البشر فكم وكم يكون حال الله يا أحبائي. لم يسألوا فيا. عملوا إيه؟ ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر. فيصير لكم حصن فرعون اللي انتوا اتكلتوا عليه يصير لكم خجلا تخجلوا، والاحتماء بظل مصر
خزيا عار. لقد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم، ليس للمعونة ولا للمنفعة بل للخجل والخزي. يقول لهم عارفين لي، والآية دي والآيات الجاية دي لربما ممكن تنطبق علينا يا أحبائي، إذا كان ده رد الله على شعب أنكروا ورفضوا وشك في قدرة الله، وأقول إنهم استهانوا بهذه القوة. يقول عنهم ربنا، شوف يوصفهم بهذه الصفات في عدد 9، لأنه شعب متمرد، أولاد كذبة، أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب. لسه بقول قبل شوية إنهم استهانوا بكلمة الله. عملوا إيه؟ يقولوا للناس إيه؟ ودي بقول سامحوني في هذا التعبير، بعض الناس لما يلاقوا إنه العظات كده شوية جادة، وكل العظات جادة، لكن فاكرين إنه أبونا النهاردة كان الفاتح فينا نار والعظة كانت سخنة، طب أنتوا عايزين إيه؟ شعب بني إسرائيل قال لهم كده: كلمونا بالناعمات، انظروا مخادعات، حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعزلوا من قدامنا قدوس إسرائيل. شعب متمرد، بالرغم من أنه شعب متمرد لكن لسه ربنا يقول لهم إيه؟ أنتم بنيني، أنتم أولادي، ويل للبنين المتمردين يقول الرب. هكذا كان رد الله على شعبه اللي أنكروا واللي استهان بالقدرة بتاعته. كشف ليهم مقدار القوة اللي هم ممكن يتمتعوا بيها والحماية لو كانوا هم التجوا إليه. يقول قدوس إسرائيل: لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والإعوجاج واستندتم عليها، خذوا بعد كده اللي حيحصل ليكم من الدمار. لكن يعود الله يا أحبائي. طب وإحنا، إحنا يا ترى إحنا النهاردة عايشين في هذه النعمة، هل نستطيع أن ندرك مقدار النعمة والقوة اللي لينا في المسيح يسوع؟ أشعياء النبي كان له ثقة كبيرة في عمل الله وقوة الله، ثقة إن هي نعمة الله قادرة إن هي حتى في أشد الظروف الصعبة. عشان كده يا أحبائي الله يعطينا أكثر مما نحتاج وأكثر مما نطلب، زي ما بنقول في القداس الإلهي. الإمتى؟ لو إحنا اخترنا إن إحنا نحط ثقتنا واتكالنا عليه مش على أشخاص آخرين. عارفين زي إيه؟ يديها هذا التشبيه زي الإنسان اللي يتكل يمسك عصاية يسميها قصبة، لكن للأسف قصبة مردودة. فاكرين اللي قال عنا سيد المسيح: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفي. القصبة المردودة اللي هي قصبة ضعيفة مخوخة من جوة، يعني ضعيفة تمسك كده تتكسر على طول. هكذا شبه الله شعب بني إسرائيل إنهم متكلين على هذه القصبة. الكلام ده مذكور في أشعياء 36 عدد 6 لما حناجي ليه يا أحبائي، يقول لهم كده: إنك قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة، على مصر التي إذا توكل أحد عليها القصبة دي دخلت في كفه وسقبتها، لأنها ضعيفة مكسرة مخوخة كلها عبارة عن ساق كده تدخل في كف الإنسان وتسقبه. هكذا فرعون ملك مصر لجميع المتوكلين عليه. عشان كده النهاردة قل لكل إنسان، قل له: يا رب أعن ضعف إيماني وقو رجائي وثقتي فيك، بدونك لا أستطيع أن أفعل أي شيء. الجزئية الثانية أحبائي عشان لا أطيل عليكم، وهي من عدد 15: بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. أشعياء هنا يكمل ويقول لنا كده في الله يجبر كسر شعبه في عدد 26، بيورينا التجبير الكسر دي هو نوع من إيه يا أحبائي؟ هو نوع من الشفاء والالتئام. دايما لما نلاقي إنسان عنده جرح والجرح دي مربط بأقمطة ورباطات، يقول يا أكيد الإنسان دي عنده جرح كبير وعنده
ألم. إحنا شايفين الرباطات والأقمطة دي من أجل الجروح والآلام، فعلا هي فيه، لكن هي في الحقيقة هي بتعطي شفاء وتعطي التئام. عشان كده يقول في عدد من عدد 18 لعدد 20 يقول لهم كده: لذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، لذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظريه. لا تبكي بكاء يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب لك. وفي عدد 26 يقول لنا كده: ويكون نور القمر كنور الشمس في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. الرد الإنسان لما ينضرب يقع، يقول لك ده مردود، دي في رد هنا. وحتى لو في كسر يجبر الله كسر شعبه. الله يعود مرة أخرى ويؤكد وعوده أحبائي، بمعنى أنه كل ممكن يكون كل في ألم في جراح، لكن في نفس الوقت في التئام في شفاء في كسر. عشان كده طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. النهاردة الله بيأكد رحمته ومحبته وقوته زي امبارح بيأكد هنا مرة تانية. عشان كده لابد أن يكون لينا الثقة الكافية للإيمان. الله منتظر مننا أن احنا نضع حياتنا ومستقبلنا أسرنا أولادنا بيوتنا كل ما نملك نضعه بين ايديه يا احبائي، عشان هو الوحيد المعين اللي هو يتراءف علينا. النهارده اقول له كده: رجعني فاخلص يا رب. الذين يرجعون بالرجوع والسكون يخلصون. اديني ان انا اكون هادي، علمني ان انا اهدى، علمني ان انا اكون انسان مش غضوب، علمني السكون الهدوء، علمني الرجوع اليك يا رب. رجعني اليك زي ما رجوع التائبين الناس الهربانين منك، لا رجعني انا ليك يا رب. خلاصي ممكن يا أحبائي أفقد بسهولة بسبب انشغالي، بسبب المشغولية، بسبب العالم بكل ما فيه. لكن أحد الآباء قال هذه الصلاة، قال له كده: يا رب أنا أحتاج اليوم إلى سلامك، رجعني فأخلص. لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل: بالرجوع والسكون تخلصون. علمني النهاردة يا رب إن أنا أهرب إليك مش أهرب منك، أرجع إليك فترجع إلي يا رب. مسيحنا القدوس النهاردة يا أحبائي يشبر كسر كل إنسان متألم حزين مريض مكسور بعيد تائه في الخطية. الله اليوم يجدد وعوده ويقول لنا كده: لما ترجعوا إلي بالرجوع والسكون بدون غضب بدون توتر بدون انزعاج أنا أعود فأرحمكم ويتراءف علينا. له كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.